حزن اصول بتقول انك من وقت طويل زعلان منك فاقعد مع نفسك واشكيلك وادعيلك وبأسأل عنك من وقت لوقت بأطمن على قلبك لو مر بأزمة شيل منه الناس اللي باعوك وخلاص ما بقاش ليهم لازمة ليهم لازمة وياك تتعلق بالجاي او حتى تحب ناس راحوا واحكيلك كل اللي بداي وتصافوا لحد ما ترتاحوا شاكك قوي في المتبقي وخلاص هتفلتر وتنقي وتصفي الناس اللي حاببهم من ناس اللي خلاص هتسيبهم خد ناس مش منظر عالفاضي دقق من جوه تشوف قلوب ده لان الشخص اللي بيجرح اوقات بيعيش دور المجروح سيب القوس مفتوح